قُخي من اعتداء بالضرب وتهجير، هكذا كانت حال النازحين السوريين في مناطق عدة، ولكن للأسف خاف المعتدى عليهم من أن يشكو مصابهم، وتجنبت الدولة الغوص في تفاصيل كهذه لربما تعتبرها جانبية، فلم نسمع بأي جريح من جراء الاعتداءات الهمجية الكثيرة ولا بموقوف ممن اعتدوا. هذه الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تزايد عدد النازحين والخرق الأمني الفاضح الذي شمل عدداً من المخيمات من قبل بعض من جعلها مأواً لإرهابهم. والجزء الأهم تقاعس الدولتين اللبنانية والسورية عن العثور على حل لا يتعارض والمبادئ الإنسانية وينقذ لبنان من منزلق خطر وقع فيه. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يؤكد للجديد أن ما حدث من تعد على النازحين مرفوض تماما، مشددا على البعد الإنساني لقضيتهم. لم يعد في لبنان مكان لنازح واحد. أنا ما وارد عندي أني رحل حدا غصبا عنه بصراحة. هلا نحن أولا سنحد من الدخول. لما واحد بيقول سبب الدخول عمل أو شغل أو زيارة أو كذا، أوكي. لما بيروح بيسجل بالمفوضية سنبلغ المفوضية، كل واحد بيسجل عندكم حنرجع نبعدهم. امتين هاي حبل شو بتدخلوا فورا؟ بعد في داعي كمان للنزوح السوري الإنساني، لأن المناطق الموازية للحدود اللبنانية بعد فيها قتال، أو بالأحرى بعد فيها سكان يتأثروا بالقتال القائم، لذلك بلنا حنقدر نقبل ولا حنقدر نقبل من باب أولى كل الناس اللي عم يجوا من محلات بعيدة. وهنا لعل المسؤولية الكبرى تقع اليوم على الدولة السورية التي لم تدرج ملف النازحين في سلم أولوياتها، بل في كل مرة نسمع فيها أحد المسؤولين يطلب منهم العودة إلى بلدهم من دون خطة واضحة لعودتهم، علما أن المناطق الحدودية بين نقطة المصنع والشام شاسعة وتتسع لمخيمات رسمية لجميع النازحين وحتى المعارضين منهم. أنا فيني أنا إلي السلطة على الأرض السورية إن إلهم الدولة المسؤولة عن رعاياها المفروض تكون عاطة خطة وعم تخاطبهم، مش شغلتي أنا خاطبهم. ونحن شفنا عشرات الآلاف، وفي ناس بيقولوا مئات الآلاف، اللي راحوا انتخبوا الرئيس بشار الأسد بالسفارة. إذن هدول ما في مانع أمني يحول دون رجوعهم إلى بلادهم، وبذات الوقت هناك في أماكن ممكن الدولة السورية ترعى وجودهم، حتى جاهز الأمم المتحدة أنه تعمل هذه الرعاية إذا كان دولة السورية ما عندها إمكانيات. نحن بدنا نطلب من النظام السوري أنه يقويهم، ونحن منساعده بالخبرة اللي عندنا. وفي حين وجد نازحون في دعم الأمم المتحدة فرصة لن يجدوها في بلداتهم السورية الآمنة، ترى المفوضية العليا أنه كما للنازحين حق في الإيواء، فإن للدولة اللبنانية حقا في أن تتعب من عبء أثقل كاهلها وبنيتها. من بعد لحد اليوم ما بنعتبر انه قادر النازح السوري اللي في مشاكل بمكان الاصل ضيعتهم بسوريا او البلد اللي وصلوا منها اللي بعد فيها مشاكل، ما بنعتبر انه قادرين يرجعوا لها بصوره امنه بكرامتهم. لهذا السبب ما عم نشجع لعودة السوريين إلى سوريا، وأكثر من 78% من النازحين المسجلين لدى المفوضية هم من النساء والأطفال. الأعداد مستمرة، تقريباً عم نسجل 50,000 بين 40,000 و 50,000 نازح شهرياً. وفي حين تعب لبنان أمنياً واقتصادياً وحتى اجتماعياً، ووجد البعض في الاعتداء على السوريين حلاً، بقيت عائلات سورية مشردة أمام باب الأمم المتحدة تنتظر عدلاً، تقول إنه لن يكون إلا إلهيا في ظل الأوضاع التي يعيشونها، متسائلين لماذا يحمل النازحون وزر الإرهابيين. لعل هذا المشهد أمام مقر الأمم المتحدة للنازحين يختصر وضع النازحين السوريين في لبنان هذين اليومين. عائلات خائفة هربت بعد الاعتداء عليها وتهجيرها من خيامها وأتت إلى هنا وافترشت الرصيف لعلها تجد مكانا آمنا تنام فيه، فهذه العائلات لا تعرف لماذا هي هنا اليوم. من أمام مقر الأمم المتحدة للنازحين، نوال البري، قناة الجديد.